Hello everyone, this is Mr. سلمان. معكم الأستاذ سلمان. في فيديو اليوم راح نشوفه مع بعض حل موضوع في اللغة الإنجليزية لتلاميذ سنة ثانية متوسط. إذا أول مرة تشوف القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد على قناتي. اعملوا لايك لهذا الفيديو، خليوا لي تعليقاتكم. راح تجدوا في القناة العديد من الفيديوهات في اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، إذا تابعوني دائما، تابعوا هذا الفيديو الأخير راح يعاونكم بزاف في التحضير للفرد والامتحان. نبداو في قراءة النص. إذا تلاحظوا النص هو عبارة عن حوار بين فتحي and doctor، فتحي والطبيب. فتحي يقول Good morning doctor، صباح الخير يا حكيم، صباح الخير دكتور. الطبيب يرد دكتور، يقول Good morning son، صباح الخير يا بني. You look very pale and sad. How do you feel؟ قالوا الطبيب يقول صباح الخير يا بني. تبدو شاحبا، يعني لونك شاحب وحزين. كيف تشعر؟ هنا يسألوا يعني بشراك. فتحي يرد I am not very well doctor، أنا لست بخير يا طبيب. I am ill، I am ill، أنا مريض. ill مريض. I have got a terrible toothache، I have got a terrible toothache، يعني أنا لدي ألم في الأسنان فظيع، ألم شديد في الأسنان. terrible فظيع يعني كثير. toothache يعني toothache ألم الأسنان. دكتور يقول Oh, I see. Your cheek is swollen too. الطبيب يقول Oh, أنا أرى ذلك. خدك متورم، يعني خدك منفوخ أيضا، متورم أيضا. خد تاعو يعني متورم منفوخ لأنه الأسنان تاعو مريضة. فتحي يرد What should I do؟ ماذا علي أن أفعل؟ The pain is awful. الوجع ولا الألم شديد. دكتور well حسنا، الطبيب يقول حسنا. let's see لنرى. open your mouth افتح فمك. your tooth is still fine، يعني أسنانك ما زالت بخير. you should take some antibiotics، يعني أنت عليك أن تأخذ بعض المضادات الحيوية antibiotics. take this prescription and go to the chemist. يعني هنا خذ هذه الوصفة واذهب إلى الصيدلي. chemist هو الصيدلي. فتحي يقول thanks doctor، شكرا طبيب. شكرا لك يا حكيم، شكرا لك يا طبيب. الطبيب يقول get well soon son، يعني أتمنى لك الشفاء قريبا يا بني. إذن هذا هو النص، حوار بين فتحي وطبيب، طبيب الأسنان. نبدأ في الأسئلة. task 1 التمرين الأول، هذا reading comprehension يعني أسئلة فهم النص. التمرين الأول task 1 I read and choose the correct answer، أنا أقرأ وأختار الإجابة الصحيحة. فتحي is، السؤال الأول، فتحي is fine بخير. فتحي يكون بخير. happy سعيد. ill مريض. okay كما شفنا في التكست، شوفوا ايش يقول فتحي. فتحي يقول I am not very well doctor، I am ill، انا لست بخير يا طبيب، انا مريض. ill يعني مريض، اذا فتحي مريض. هنا راح نختاروا هذه الاجابه ill. قولوا فتحي is ill. 2 the doctor is، الطبيب يكون. a teacher معلم. a dentist طبيب أسنان. a dietitian يعني طبيب ولا طبيب حمية غذائية. okay طبيب يعني تاع طبيب حمية غذائية، مانيش عارف كيف نعبر على هذا، يعني طبيب تاع الحمية الغذائية ولا تاع
يعني الناس اللي تدير الريجيم. The doctor is، إذن شفنا باللي فتحي يعاني من ألم في الأسنان، شوفوا toothache، okay terrible، I have got a terrible toothache، يعني أنا أعاني من ألم شديد في الأسنان. إذن هذا طبيب الأسنان، إذن هذا راح يكون dentist. The doctor is a dentist، طبيب أسنان. Task 2، التمرين الثاني. I read and answer with true or false. أنا أقرأ وأجيب بصحيح أو خطأ. True صحيح، false خطأ. رقم 1، فتحي is sick. فتحي is sick. Sick بمعنى مريض. فتحي مريض. نقولوا sick ونقولوا ill. Okay. شفنا باللي فتحي فعلا مريض، عنده ألم في الأسنان. أو قال فتحي يقول I'm not very well doctor. I am ill. أنا مريض، يعاني من ألم شديد في الأسنان. إذن فتحي فعلا مريض، هذه الجملة true صحيحة. He is very well. He is very well. هو بخير ولا هو بصحة جيدة. مدام فتحي مريض إذن هو ليس بخير. Is not very well. Is not very well. لاحظوا هنا وش قالوا. فتحي يقول I am not very well doctor. أنا لست بخير. إذن فتحي ليس بخير. لأن هذه الجملة راح تكون خاطئة. False. He should not take antibiotics. He should not take antibiotics. هو لا يجب عليه أن يأخذ مضادات حيوية. لاحظوا هنا في النص وش قلنا. شوفوا في النص. هاي you should take some antibiotics. دكتور يقول you should take some antibiotics. عليك أن تأخذ بعض المضادات الحيوية، هذه أدوية. يعني الطبيب يتحدث معه ولا يخاطب في يخاطب فتحي، قال له عليك بأخذ المضادات الحيوية antibiotics. إذا هنا عليه أخذ، هو عليه أخذ الانتيبيوتكس. شوفوا هنا قلنا he should not، ليس عليه أخذ antibiotics. إذن false. Task 3، التمرين الثالث. I read and find synonyms opposites. يعني أنا أقرأ وأوجد synonyms، المرادفات ولا الشرح. opposites هي الضد. إذن synonyms الشرح sick. sick بمعنى L. L. Okay. L. Sick. Yeah, L. مريض. شفناها في النص. No. I am L. L. بمعنى sick. نقول L ولا نقول sick. مريض. Ache. Ache هي الألم. شرحتها pain. Pain. نقول ache ولا pain. لاحظوا. عندي toothache. ache هاي نفسها the pain. pain يعني يعني ألم. نقوله pain ولا نقوله ache. okay. إذن شوفوا the opposites، الضد. opposites الأضداد. nice. nice الضد تاعها awful. awful ولا terrible. عندنا هذه الكلمة awful. Okay. terrible عندي. awful. the pain is awful. الألم شديد، الألم فظيع. عكس جميل. nice بمعنى جميل. should not. should not. should not نكسرها. should. should not ليس عليك. should عليك. ينبغي. هذه should not لا ينبغي. عندي should. okay. should هي العكس تاع should not. لاحظوا should not لكسها should. ننتقل لجزء اللغة mastery of language، قواعد اللغة. task 1، التمرين الأول. I reorder the words to get coherent sentences. يعني أرتب الكلمات للحصول على جمل مفيدة. suffers she some burn point ولا full stop
from. إذن رتبوا هذه الكلمات نقولوا she suffers from some burn. Okay, she suffers from some burn. هي تعاني من حروق الشمس. Sunburn هي حروق الشمس غالبا تعرض لها في فصل الصيف. Should what do question mark he. الترتيب لها نتاع هذه الجملة نقولوا what should he do. The what should he do. ماذا عليه هو أن يفعل. سؤال. Should not you for stop Coca-Cola drink. إذا نقولوا you should not drink Coca-Cola. انتهي بنقطة. أنت ليس عليك أن تشرب الكوكاكولا. Task 2. التمرين الثاني. I put should shouldn't. يعني أنا أضع should يجب ولا ينبغي should not لا ينبغي. هنا يا عليك وهنا ليس عليك. هنا افعل هنا لا تفعل. أحمد is overweight. He is fat. What should he do? أحمد يعاني من السمنة. Okay. وزن زائد. وزنه زائد. Is overweight. يعني وزن زائد. He is fat. هو سمين. What should he do? ماذا عليه أن يفعل؟ سؤال. إذن he eat fruit and vegetables. أكل يأكل الفواكه والخضار. إذن هنا نقول عليك أن تأكل فواكه والخضار ولا ليس عليك أن تأكل فواكه والخضار. بما أنه سمين overweight ولا fat. okay. أحمد سمين. إذن عليه أن يأكل الخضار والفواكه. قولوا he should eat fruit and vegetables. he أحمد. okay. watch TV too much. يشاهد التلفاز كثيرا. هل تنصحه بمشاهدة التلفاز أو عدم مشاهدة التلفاز؟ إذن عليه أن هو عليه أن لا يشاهد التلفاز كثيرا. إذن استعملوا shouldn't. he shouldn't watch TV too much. لا ينبغي أن يشاهد التلفاز كثيرا. he follow a diet plan. يعني هو عليه أن يتبع حمية. إذن should ولا shouldn't. good. should. he should follow a diet plan. يعني هو ينبغي أن يتابع حمية. regime. okay. diet بمعنى regime. he practice sports. يمارس الرياضة. إذن عليه أن يمارس الرياضة لإنقاص الوزن. he should. قولوا he should practice sports. هو عليه لا هو ينبغي أن يمارس الرياضة. Task 3. التمرين الثالث. I pronounce and classify words in the table. يعني أنا أقرأ ولا أنطق وأصنف الكلمات في الجدول. عندي هذه الكلمات أربع كلمات نصنفها في الجدول. الجدول فيه هذه الخانة الخانات. لاحظوا هذا الصوت شا شا صوت تشا تشا صوت ك. إذن ايك ايك هذه راح تكون في هذه الخانة صوت الك. ايك ايك. children children تشا children children. mushroom mushroom ش mushroom mushroom ش. mechanic 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 ك. الوضعية الإدماجية situation of integration. الوضعية الإدماجية I complete the dialogue with. أنا أكمل الحوار ب. هذه الكلمات look how medication chemist stomach stomachache sick. حوار بين دكتور طبيب and سليم. دكتور يقول you very pale. do you feel. إذن نقوله
You look very pale. أنت تبدو شاحب جدا. How do you feel? كيف تشعر؟ How do you feel? سليم يجيب I am sick. أنا مريض. I have got a terrible stomachache. أنا أعاني من ألم شديد في المعدة. Stomachache يعني ألم شديد. Terrible شديد فظيع. ألم stomachache ألم شديد. دكتور يقول Let me check. دعني أرى. هنا دعني أفحصك. Your belly is swollen. هنا يا بطنك منتفخة. Okay. Your belly يعني بطن. بطنك your belly is swollen. منتفخة. I will prescribe you some medication. أنا سوف أصف لك بعض الأدوية. Medication. Go to the chemist. اذهب إلى الصيدلي to buy them. اذهب إلى الصيدلي لتشتريها. يعني تشتري الأدوية. سليم يقول Thank you doctor. See you. شكرا يا دكتور. أراك. لا إلى اللقاء. دكتور يقول Get well soon سليم. يعني أتمنى لك الشفاء قريبا يا سليم. إذن هذه هي الوضعية الإدماجية. هذا هو موضوع اليوم. وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى أنكم استفدتوا من هذا الشرح. تابعوني دائما. خليوا لي تعليقاتكم. نتمنى التوفيق للجميع. نقولكم سلام.